بسم الله الرحمن الرحيم. الوقفة الثالثة في هذه المحطة العاشرة، وهي في نفس السياق المتعلق بتوجيه الرأي العام، توجيه خاطئ من أجل إيجاد المبررات والذرائع لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في حق مناضلي الجبهة وأنصار التيار الإسلامي. كما قلت بأن اغتيال بوضياف ومحاولة إقناع الناس بأن الإسلاميين هم اللي قتلوه، تفجير المطار والفظائع اللي وقعت في هذا التفجير، ومحاولة إقناع الناس كذلك بأن أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أنصار المشروع الإسلامي، هم الذين نفذوا هذه العملية، كله يعني الغرض منه هو تهيئة الشعب والرأي العام المحلي والرأي العام الدولي لتقبل المجازر التي كان يخطط لها المجرمون الحقيقيون، المجرمون الذين بدأوا شلال الدم من الأساس. الوقفة الثالثة قلت هي مع العمليات المسلحة أو ما العمليات التي كانت توصف بالإرهابية في الجنوب الجزائري ما بين سنة 1992 وسنة 1994. لو نرجع للأرشيف وللصحافة الوطنية وللمراكز وللعدالة، أرشيف أجهزة الأمن والعدالة وغير ذلك، ماذا نجد؟ نجد بأن كل العمليات اللي نفذت في هذه المرحلة، وهي أغلبها عبارة عن عمليات سطو وعمليات نهب وعمليات قطع طريق وعمليات هجوم على شركات أجنبية وشركات وطنية في الصحراء والاستيلاء على معداتها وعلى سياراتها وما ترتب عن ذلك أحيانا من إصابات، كل هذه الأعمال كانت تقيد ويتهم بها المناضلون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعلى رأسهم رئيس المكتب الولائي وعضو مجلس الشوري الأستاذ محمد الأخضر شوشان رحمه الله. طبعا الشيخ محمد شوشان رحمه الله كان مجاهد في جيش التحرير، وكان مربي لمدة يعني 3 عقود تقريبا، 30 سنة هو يربي مربي. تأتي هذه الأجهزة الأمنية بدون حياء وتقيد عليه وتتهمه بكل العمليات الإجرامية التي حدثت في الجنوب طبعا، وفي نفس الوقت تتحمل معاه المسؤولية مجموعة من مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هل هذا صحيح؟ هل هذا كان صحيحا؟ هل أجهزة الأمن التي كانت تتهم في الشيخ شوشان والحاج حسن وغيرهم من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هل كانت يعني التهم هذه مؤسسة؟ هل كان القضاة عليهم من الله ما يستحقون؟ هل كانوا عادلين ومتثبتين في الأحكام بالإعدام وبالمؤبد وبال20 سنة وغيرها من الأحكام الظالمة الجائرة؟ هل كانوا يعتمدون على أي مقوم من مقومات العدالة والتحقيق؟ هني أنا أقولها اليوم بأنهم كلهم كانوا كذابين، وكلهم كانوا مجرمين، وكلهم كانوا طرف وجزء لا يتجزأ من خطة رضا مالك وسليم سعدي ونزار ومن تواطأ معاه من القيادة العسكرية. الغرض هو تشويه سمعة الجبهة وشحن الشعب بالحقد على مناضلي الجبهة حتى لا يتكلم أحد عندما تنفذ الخطة المنتظرة اللي أعلن عليها رضا مالك بأنه يجب أن يغير الرعب موقعه، يعني
بعد في سنة 1993 و94 كي تبدأ المجازر في الإسلاميين، لا أحد يقول علاش مساكين، كل الناس تقول يستاهلوا، كانوا هما اللي يقتلوا، كانوا هما اللي يسرقوا، كانوا هما اللي ينهبوا إلى غير ذلك. عندما أنا أقول هذا الكلام، أنا أتحدى أجهزة الأمن أن تثبت بأن أي عملية من هذه العمليات ترتكبها من هذه الجبهة، وأنا يعني أتحدى على المفتوح يتفضلوا، أنا أتحدى أجهزة الأمن في غردايا وفي المنيعة وفي ورقلة وفي تمنراست وفي أدرا وفي كل الأماكن اللي إلى حد الآن موجودة صور شيخ شوشان في مراكزهم، نتحداهم يثبتوا بأي طريقة من الطرق بأن هذا الإنسان ولا أولئك الناس كانوا مسؤولين على هذه العمليات. لماذا أقول هذا؟ لأنني أعرف الناس اللي كانوا ينفذوا في هذه العمليات بأسمائهم، وهؤلاء الناس موجودين الآن ويعفى عليهم النظام، وراهم يمارسوا في مهامهم يعني على أحسن حال. وبدون تفصيل أقول بأن العمليات اللي كانت ترتكب كانوا يرتكبوا فيها ناس مهربين من الجزائريين ومن الأزوات، دخلوا في خصومة مع الجمارك ومع الدرك الذين كانوا يتقاسمون معهم في مرحلة من المراحل الغنائم، دخلوا معهم في خصومة سنة 1990 91 وصادروا لهم أموالهم وسياراتهم، فقرر هؤلاء المهربون تشكيل عصابة والقيام بعمليات إجرامية من أجل استرجاع أموالهم والأشياء التي اغتصبها منهم رجال الدرك والجمارك. هذه هي القضية. لكن أجهزة الأمن بكل مؤسساتها كانت تقيد هذه العمليات بدون وجه حق وبدون تحقيق وبدون أي قرينة من القرائن، تقيدها باسم ناس أبرياء، المهم هما ناس منتمين للجبهة، من أجل تأجيج مشاعر الحقد والكراهية لدى باقي المواطنين، حتى إذا كان شافوا المواطنين رجال الدرك يعني يهاجموا في أنصاف الليالي البيوت نتاع هؤلاء الناس، أو يقتلوهم أو يفعلوا أي شيء، يقولوا يستاهلوا، هؤلاء الناس راهم يقوموا بهذه الأعمال. لكن الأهم في هذه القضية كما أشرت إليه في الوقفة الأولى والثانية، هي أنها كانت عملية مخطط لها بدقة من طرف دوائر في السلطة، تحضيرا لتنفيذ الخطة الإجرامية التي كانوا يهيئون لها، والتي أعلن عليها رضا مالك وسليم سعدي بقولته المشهورة: يجب أن يبدل الرعب موقعه. ومنذ أن أعلن رضا مالك هذا الشعار، بدأت الإبادة الجماعية على جميع الأصعدة وبمختلف الأشكال، وكانت تستهدف مناضلي الجبهة. هذه العملية التهيئة لها كانت سابقة من 92 إلى تقريبا أواخر 93، والتهيئة قائمة من أجل التحضير لهذه العملية. ولذلك الناس اللي راهم يتساءلوا لماذا، من يقول كاين الناس يعني يتكلموا في من يقتلوا من، وكاين الناس يعتقدوا بأن الناس اللي يقولوا من يقتلوا من كأنهم تجنوا. الحقيقة هي ما فيش من يقتلوا من، اللي يقتل هم الناس اللي كان يمثلهم رضا مالك، هذا هم اللي كانوا يقتلوا تحت أي مسمى، شي ما يهمناش. المهم أن الضحايا من طرف واحد، الضحايا هم أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومناضليها ومتعاطفين معها، لم يكونوا من طرف ثاني. المجرمين الذين كانوا ينفذون، سواء كانوا لابسين بزات عسكرية ولا لابسين قشاشم، سواء كانوا يقتلوا بالأسلحة الرشاشة ولا بالخناجر، هؤلاء الناس كلهم كانوا يشتغلون لصالح المشروع الذي أطلقه رضا مالك. وطبعا كي نعود نقول رضا مالك، رضا مالك ماهوش الحاكم الشرعي، رضا مالك هو الناطق الرسمي المدني، رئيس الحكومة
الناس اللي وضعوا رئيس حكومة هم اللي وراء كل الجرائم. ولذلك احنا عندما نتكلم على هذه الأمور مناش فقط نحكو في قصص ولا في أحداث سابقة، نحن نريد أن نقول بأن هذه السياسة منتهجة من طرف دوائر في السلطة، وهذه الطرق وهذه الأساليب ما زالت منتهجة إلى يومنا هذا، وستنتهج في المستقبل ما دامنا احنا وما دام الرأي العام ماهوش فاهم القضية. لازم الناس تطالب بالتحقيق في أي جريمة من الجرائم، وما تقبلش توزيع الاتهامات على الناس فقط جزافا. هذا هو الحاجة الوحيدة اللي تحصلنا من الوقوع ومن المساهمة ومن المشاركة في الجرائم بدون يعني بدون قصد. ممكن الناس ما تشاركش في الجريمة، ولكن عندما يشجعون المجرم على ارتكاب جريمته لأنهم كانوا مضللين وما كانوا ما كانوش فاهمين، في النهاية هما كانوا فاهمين ولا ما كانوش، ساهموا على الأقل بسكوتهم، يعني سكوتهم وحده يدل على أنهم شياطين صامتة. ولذلك احنا عندما نتكلم هذا الكلام إنما نحذر الناس وننبئهم من ننبههم من الوقوع في هذه الأمور في المستقبل. وأنا يا كنت تكلمت منذ أسابيع وقلت بأن الجزائر مقبلة على خطب، يعني مشكل كبير، مشكل رايح يكون على مستوى عالي جدا في منظومة السلطة. أنا ما زلت في كلامي، والمشكل قائم، وفقط الانفجار ما حصلش مازال فقط، أما المشكل ما زال قائما، وكل الأمور راها معلقة، كلش راه معلق، والأمور ما رايحاش تفرى إلا بسقوط رأس من الرؤوس. لازم راية من الرايات تطيح باش الناس تشوف الضوء. ولكن هذه بهذه المناسبة أقول نحن لا نعترف بالوقف، نحن نعترف بمن الحق. السلطة اللي ما تستهدفش المجرمين والمسؤولين عن الجرائم وإبعادهم وتطهير مؤسسات الدولة منهم، نحن لا نعترف بها، وبالنسبة لنا هي شريك في الجريمة، تسمي نفسها ما تشاء. يعني الصراع اللي راه قائم بين الأطراف داخل منظومة السلطة ما يعنيناش احنا، وما يهمناش من ينتصر به. المهم إذا كان واحد استطاع أن يطهر مؤسسات الدولة من المجرمين والمسؤولين عن الدماء والخبثاء الحقيقيين الذين لا يريدون الخير للجزائر، فهذا الإنسان احنا مطالبين شرعا ووضعا وعقلا أننا نساعده وندفعه إلى الأمام كائنا من كان، لأن اللي همنا والغاية نتاعنا هي أن تنفرج الأمور في بلادنا وانفراجها 50% الآن قابلينه على أن يتحقق الانفراج الكامل لاحقا. المهم أن الاتجاه يكون صحيح والبداية تكون صحيحة، لكن أنه طرف ينتصر على طرف فقط لأنه استطاع أن يكون واقف، إحنا يا رانا ما نشمع الوقف، إحنا مع الإنسان اللي عنده إرادة صادقة في إصلاح الوضع، ونطالب الشعب الجزائري كله بأن يفتح عينيه. هذه الأيامات رايحة تكون فيها كثير من الأمور اللي تلبس على الناس، كل الناس راح تشتغل وكل واحد راح يشتغل لحسابه، وراح اليوم مناش كما سنة 1992، راح كل واحد لازم يتحمل المسؤولية نتاعو كاملة. وكما يقولوا الخبر يجيبه التوالى، والأمور ما رايحاش تطول وتظهر، وإن غدا لنظره قريب.
السلام عليكم.